كتير، فهتعمل يعني تسهيلات بطريقه دي حيه الان من تحرك الفريق لملعب التدريب واول مران. خليني اقول لحضراتكم كمان بالمره كده ان ملعب التدريب عندك ايه، ملعبين او ملعب واحد اللي هتمرن عليه تمرين النهارده وبكره، والملعب الرئيسي اللي هتستضيف المباراه هيبقى يوم الجمعه، ده طبقا للوائح الكاف. تمام، نرجع بقى لموضوع ايه، العضويات المجمعه. التسهيلات قلنا تسهيلات عضويات الافراد امبارح، النهارده هنقول التسهيلات الخاصه بالعضويات المجمعه اللي بتبقى ازاي، هتبقى من خلال ايه. اول حاجه احنا عارفين ان زياده العضويه في النادي الاهلي بدايه من 1 ابريل العضويه هتبقى ب 750 الف جنيه بدل 500 الف جنيه، وقلنا خلاص موضوع الافراد امبارح. النهارده بقى انا عايز اقول لحضراتكم العضويات المجمعه بالنسبه لهم التسهيلات هتبقى عباره عن ايه، في مميزات اكتر لان العدد بيبقى اكتر واكبر، فلما يجي لك عدد اكبر فهتعمل تسهيلات مميزه بشكل افضل يعني بالنسبه للراغبين في الحصول على هذه العضويه. من خلال اول حاجه، انت معروف ان مثلا القسط بيبقى على 4 سنين، يعني انت هتدفع 50% للعضويات المنفرد، عضويات الافراد تدفع 50%، لا العضويات المجمعه تدفع 40% المفروض بيبقى المقدم. كمان المقدم بدل ما هيبقى 40%، ده انا بتكلم 40% ده كان قبل كده، بدل ما هيبقى 40% هيبقى 25% بالنسبه للعضويه المجمعه او العضويات المجمعه. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، الفايده هتبقى بدل ما هي 10% هتبقى 8%. اوكي، ادي حاجه. تالت حاجه فيما يتعلق بعضويه العضويات المجمعه، قلنا مقدم العضويه 25% بدل 40%، الفائده السنويه هتكون على الاقساط 8% بدل 10%. تمام، وتقسيط المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم التعاقد على 5 سنوات كامله بدل من 4 سنوات، يعني المفروض الناس اللي هم عضويات الافراد بيبقى 4 سنوات بيقسطوا على 4 سنوات، بالنسبه للعضويات المجمعه هيبقى التقسيط على 5 سنوات بعد دفع المقدم اللي هيكون كامل، اللي هيكون 25% من القيمه الاجماليه، القيمه الاجماليه اللي هي هتبقى ايه، 500000 جنيه بالنسبه للفروع كلها، ان انت هتشترك الفروع كلها قبل يوم 1 ابريل، بعد يوم 1 ابريل هتبقى 750000 جنيه، واحنا قلنا لحضراتكم كل الاسعار امبارح بتفاصيل كتيره جدا، فده امر ايضا غايه في الاهميه. في جزئيه مهمه كمان انا عايز اقولها لحضراتكم بالنسبه للناس اللي اشتركوا في عضوية فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس وخلاص ماشيين دلوقتي في القسط ودفعوا المقدم من فترة، لو هم حابين، ودي ميزة أخرى، لو هم حابين إن هم تبقى العضوية بالنسبة لهم عضوية شاملة هيتحاسبوا على اللي كان قبل كده، مش 500000 جنيه، لا قبل كده أيا كان بقى المبلغ كان قد إيه، أنت اشتركت كانت العضوية ساعتها الشاملة كانت قد إيه؟ 300000 جنيه، 400000 جنيه، 250000 جنيه، أنت هتتحاسب لو أنت عايز دلوقتي تبقى العضوية شاملة بعد ما كنت اشتركت في فرع الشيخ زايد او فرع التجمع الخامس، تقدر ان انت تخليها عضويه شامله على مجمل المبلغ القديم اللي هو قبل 500000 جنيه وقبل كمان ما يبقى 750000 جنيه في 1/4. فدي بصراحه كلها تسهيلات مهمه جدا للعضويات، سواء عضويات الافراد اللي احنا قلناها امبارح والعضويات المجمعه اللي احنا بنقولها لحضراتكم النهارده، وفرصه رائعه وسانحه بالنسبه لكل من يرغب في الانضمام لاسره النادي الاهلي. ده امر